تعد المدينة الخضراء الواقعة جنوب محافظة لحج من أهم مدن لحج الحضارية، ولكن خلال السنوات الماضية ازدادت شكاوى السكان جراء تردي الخدمات فيها، فكان أبرز تلك التحديات انتشار القمامة التي جعل منها بيئة خصبة لانتشار الأمراض والأوبئة. هذا البائع الذي يبرز لنا جليا معاناته مع القمامة التي أثرت سلبا على مصدر رزقه الوحيد، فبات يرى في تراكمها قلقا له ولزبنائه وتهديدا يضر بالمواطنين. بس إنما ضيقت على الناس، حتى المستري لما بيجي لعندي بشوف القمامة هذه يقول لك ده المكان جنب قمامة جنب كدافة، يعني هذا اللي بيع صيد تالف. والله مشاكل بيئية كثيرة يتعرض لها الأطفال ويتعرض لها الساكنين في هذه المدينة. وعلى وقع المناشدة استجاب صندوق النظافة والتحسين بلحج، وبدأ عمال النظافة حملة تنظيف للمدينة وتخليصها مما تكدس فيها من نفايات في محاولة لإخلائها مما يعكر صفوها وينقص حياة المواطنين. أولا الحملة هي بتشوف هو اليوم عملية تدشين ولف القمامة كامل عبر الشيولات والبابور الغلابات، ومن ثم يقوم بتوزيع الكياس على كل منزل، وسوف يكون صندوق النظافة هو بيقوم بأخذ هذه الكياس من الأماكن العماير من البيوت الموجودة هنا. القطاع النسوي كان حاضرا هو الآخر من خلال مشاركة جمعية الوفاق، حيث شاركت النساء بعملية التنظيف داخل شوارع المدينة إلى جانب التوعية المنزلية من بيت لآخر بأهمية النظافة وما يترتب على تراكم القمامة من انتشار الأمراض. نحن اليوم مشاركين في حملة النظافة كدور نسائي عن في عملية النظافة، إضافة إلى نحن معنا الدور التوعوي في النظافة. الحملة التي تم فيها توزيع أكياس بلاستيكية للأسر هدفت إلى ترسيخ مبدأ الثقافة البيئية ونشر الوعي المجتمعي والحفاظ على نظافة البيئة وإيصال رسالة إلى المجتمع بضرورة المشاركة الفعلية في النظافة لكي تبدو المدينة بمظهر جميل. مختار شعتل لقناة بلقيس محافظة لحج.